نتواجد هنا في مركز إيواء النازحين في نادي خدمات جباليا في شمال قطاع غزة. هذه واحدة من يعني معاني الصمود والتحدي وتبرع الأطفال لأهالي لبنان المتضررين يعني في لبنان في جنوبي لبنان. هذه الأعداد والأطفال جميعا هم جنبا إلى جنب بجانب أطفال لبنان الشقيق والحبيب. وهذه فعالية في شمال قطاع غزة وفي أحد مراكز إيواء النازحين. هؤلاء أطفال يقومون بالتبرع رغم جراحهم إلى لبنان.